السلام عليكم. نبدأ وياكم محاضرات اللغة الإنجليزية. بالبداية نأخذ ملاحظات عامة عن كيفية كتابة الإنشاء. أول ملاحظة هي عنوان الموضوع. لازم عنوان الموضوع يكون ملم بالموضوع كله وينطي فكرة واضحة عن الموضوع. الملاحظة الثانية، نترك بداية السطر، يعني عند كتابة الموضوع نترك فراغ بمقدار كلمة واحدة، وبداية الكلمة اللي نريد نكتبها تكون بحرف كبير. الأخذ بنظر الاعتبار استخدام الفارزة والفارزة المنقوطة، وكذلك عند التكرار أو عند كتابة أكثر من جملة نضع فارزة، وبالنهاية نضع كلمة and، ثم نضع نقطة، بعدها نبدأ ملاحظات من جديد إلى بداية جملة جديدة أو بداية كلمة جديدة عند كل مقطع. ملاحظة أخرى اللي هي أهم ملاحظة، أنه الباراجراف أو المقطع ما يكون كلش طويل، يعني يكون مقطع قصير وملم. نعطيكم مثال، كمثال على الإنشاء كامل. هذا تلاحظون عنوان منتصف الصفحة The Four Seasons. نبدي نترك فراغ مقدار كلمة، أول حرف كابيتال، نبدي الموضوع فمقدمة بسيطة وننتهي. نانا بعدها نبدي نفس القواعد أو نفس الملاحظات، أيضا نترك كلمة مقدار فراغ، بعدها نبدي كلمة كابيتال، وكذلك نكمل إلى أن ننتهي من كتابة الموضوع أو الإنشاء. موضوع آخر اللي هو كتابة الإيميل. هواية من طلاب بعد التخرج يريدون يقدمون إلى وظيفة معينة، مرات يحتاجون كتابة إيميل أو يوجهون رسالة إلى شخص معين. هنا عندنا بعض الملاحظات حول كيفية كتابة الإيميل. أول شيء، بعد كتابة العنوان للرسالة أو الإيميل وتحديد الشخص المرسل، نبدأ بالتحية. إذا كانت الكلمة، يعني كانت الرسالة موجهة إلى شخص صديق أو صورة غير رسمية، فنبدأ بكلمة هاي أو هلو. وإذا كانت رسمية تبدأ باستخدام دير، بعدها اسم الشخص الموجه إليه الرسالة. أو إذا كانت إلى جهة رسمية أكثر ومجموعة من الأشخاص أو بدون تحديد جهة معينة، نكتب to whom it may concern. ملاحظة ثانية هي توضيح سبب كتابة لهذا الرسالة. الأسلوب لازم يكون سهل وبسيط ومختصر وباستخدام مفردات مناسبة. مثال عندنا لهذه المفردات، I am contacting you to say that، ونكمل I am writing to inquire about or in reference to، يعني حسب اللي هي الجملة مالتي، أنا ايش حاضر أسوي أو شنو سبب الرسالة مالتي، أستخدم واحدة من ذوي المصطلحات. الملاحظة الثالثة، بعد توضيح سبب كتابتك للرسالة ونحتاج من هذا الشخص انه ينطلع في شيء معين او يرسلنا في شيء معين، فاذا لازم نكتب مصطلحات او افعال مساعدة خاصة وحسب نوع الرسالة. مثال عندنا، اذا كانت الامور رسمية، يعني اذا كانت الرسالة رسمية مالتنا، I would be grateful if you could، ونكمل حسب الطلب مالتي. I would really appreciate، مثل you help me with فراغ، يعني حسب الآن أريده. وإذا كانت غير رسمية، الرسالة غير رسمية، could you send me، شون أريده آني، أو can you تسوي لي فلان شغلة، وهكذا. إضافة ملاحظات ختامية أو كلمات ختامية للرسالة، مثل if you have any questions please do not hesitate to ask or let me know، حسب الجملة. I look forward to hearing from you، أو thank you for help or for your cooperation. بعدها ننهي الرسالة، نختمها بكلمة ختامية مناسبة تليها اسم الشخص، مثل best wishes، best regards، أو regards وحدها، أو sincerely yours، أكتب بالنهاية واسم اللي هو اسم الشخص اللي المرسل إليه الرسالة اللي هو أنا أقصد، يعني أكتب sincerely yours وأكتب جوها اسمي. هنا عرفت لكم صيغتين للرسائل، هنا الرسمية إلى جهة رسمية، وهنا
إلى جهة غير رسمية كرسالة إلى صديق أو زميل. ننتقل إلى الجرامر. أول موضوع اللي هو خاص بالأزمنة tenses. هنا عندنا مجموعة من الأزمنة اللي هي المضارع البسيط، المضارع المستمر، المضارع التام، المضارع التام المستمر، الماضي البسيط والماضي المستمر والماضي التام والمستقبل البسيط والمستقبل التام. أغلبها ماخذيها بالسنين السابقة. هنا جمعت لكم إياها كلها بهذا الجدول. لكل قاعدة أو لكل زمن إلا قاعدة خاصة بي، وأكو كلمات تدل عليها. القاعدة مثلا المضارع البسيط اللي هو simple present، you we they تأخذ فعل مجرد ال v1 نا يعني فعل مجرد، وال he وال she وال it تأخذ فعل bs يضاف ل s. الكلمات الدالة على المضارع البسيط هي always usually often sometimes never every إلى آخره. مثال I always go to work at 7 o'clock. إذن لازم نانا مثلا عندنا نقول هذه الجملة أجيب لكم إياها ولكم شنو الزمن. عندنا كلمة دالة هي always. always إذن زمن شي يدل على أنه هذا الزمن هو simple present اللي هو مضارع بسيط. نأخذ زمن آخر اللي هو المضارع التام the present perfect، you we they تأخذ فعل اللي هو have زائد الفعل اللي بعده اللي هو يكون فعل تصريف ذات للفعل v3 اللي هي تصريف الثالث للفعل، والهي والشي والit تأخذ has زائد تصريف ثالث للفعل. كلمات الدالة عليها already just yet recently never ever. مثال عليها I haven't finished my homework yet. They have just gone to the market. Ali has not come yet. إذا هذه كلها مثال على المضارع التام. نأخذ زمن أخير اللي هو المستقبل. المستقبل خلينا نقول بسيط اللي هو future simple. تأخذ will زائد فعل مجرد. كلمات دالة عليه tomorrow, soon, shortly, in the future, in 2020 أو 2021, this evening, next. مثال عليها I will travel to London next year. We will go to the club tomorrow. إذن هاي مجموعة من الأزمنة اللي أنتم مطالبين بها. قاعدة F اللي هي F يسموها الشرطية. إذا جاءت مع المضارع البسيط ف will زائد فعل مجرد. مثال if you study hard you will pass the exam. اذا لاحظ if جت بالبداية study اللي هو المضارع الفعل المضارع بسيط فتاخذ will زائد فعل مجرد. مع الماضي البسيط تاخذ would زائد فعل مجرد فتصير if you studied hard. studied حيصير اذا زمن مالتنا ماضي بسيط فال الجملة البعدة حتكون would pass مع الماضي التام would have زائد تصريف ثالث للفعل. النيجيشن اللي هو النفي. مع الأفعال المساعدة الآتية نستخدم not ونضع بعدها الفعل المساعد اللي هي ذولا مجموعة أفعال مساعدة الام والإز والآر والود والشال والشود إلى آخره. مثال he can swim. من أقول لكم نفول إياها حصير he cannot swim أو can't swim. they are playing they are not playing أو aren't playing. هاي مفعال مساعدة اللي وضحناها. مع الفعل المضارع آخر حرف S نستخدم does not لكن بشرط أنه الS تحذف. مثل Ali plays football Ali does not play football. مع فعل مضارع بدون حرف S أو بدون الS نستخدم don't وتبقى الجملة مثل ما هي I go to the club I don't go to the club. مع فعل ماضي نستخدم didn't. did من تدخل على الجملة لازم تجرد الفعل اللي بعدها يعني يرجع الفعل للمصدر أو المكان الأساسي مالته أو الجملة الأساسية مالته. مثل
She cooked lunch حصير she did not cook lunch. إذا نلاحظ cook كان ماضي جردناه رجعناه إلى الفعل المضارع مالته أو الفعل البسيط مالته فصار cook. I bought some books. I did not buy any books. أكو أفعال شاذة أو كلمات شاذة اللي هي always والusually والsometimes. هذه من أريد أن فيها نحذف هذه الكلمات ونضع بدالها never. مثل she always gets up late. حصير she never gets up late. ال always انحذفت وصارت بمكانها كلمة never. عمل سؤال. Ask a question. شلون أسوي سؤال؟ يعني ممكن أجيب لكم جملة وأقولكم سووا لي إياها بصيغة سؤال. الأفعال المساعدة تعاد إلى بداية الجملة اللي هي am والis والare والwas والغير وغيرها من الأفعال. مثال عليها he can swim. من أقولكم سووا لي إياها سؤال صير can he swim. They are playing tennis in the club. هنا عادة الشيء اللي نسأل عليه نقدر نحذفه أو لازم يحذف. فشي يصير where are they playing tennis؟ وين دي يلعبون التنس؟ وهكذا. إذا عندي فعل مضارع بسيط آخره حرف S نستخدم does أول الجملة ونحذف الS من الفعل. حصير كمثال Ali travels to London every summer. When does Ali travel to London؟ last summer حذفناها أو every summer حذفناها وصارت when does. مع فعل مضارع ليس آخره S يعني بدون S نستخدم do أول الجملة وتبقى الجملة مثل ما هي. I go to the club twice a week. Twice a week تحذف حصير how often do you go to the club. عندنا ملاحظة ال I will you تصير إلى العفو ال I will we تصير you. مع فعل ماضي نستخدم did أول الجملة مثل We went to London by plane. How did you go to London؟ مثل ما انتبهنا انه did جردت الفعل اللي بعدها كان went صار go. ونفس الشيء الماي والاور حصير your. احنا عندنا قائمة بأدوات استفهام ومعانيها. اذا اجى السؤال بصيغة do و does او did فالجواب يكون اما بكلمة yes او no. ننتقل لموضوع اخر اللي هو التاج question اللي يسموه أسئلة التوكيدية. أحيانا من يسأل شخص سؤال ويأكد عليه يعني مثلا خلينا نقول سديت الباب درست المادة زين بهالمعنى. مثال إذا جت الكلمة أو الجملة بعد الفاصلة وتنتهي بعلامة استفهام فتكون You are a student aren't you. تأتي منفية إذا كانت جملة مثبتة وتأتي مثبتة إذا كانت جملة منفية مثل You are not Ali aren't you. هنا تنتبهوا عليها هي مو aren't you هي are you لأن احنا بدينا بجملة منفية فلازم الجواب ماتي أو السؤال ماتي يكون مثبت وهكذا. تضع الفعل قبل الفاعل ويجب أن يكون فاعل ضميرا وليس اسما مثل Ali is not here is he. وأن تكون الجملة مختصرة في حالة النفي مثل Huda is clever isn't she. وهنا عندنا مجموعة من الأسئلة التوكيدية الدارجة اللي هي مجموعة معينة. هنا عندنا اختصار I'd better يصير I had better و I would better اللي اختصارها I would rather. بعض الحالات الشاذة let's go shopping shall we. let's go let us go shopping will you. Open the door, will you? لأن فعل أمر هنا. Don't open the door, will you? I am a student, aren't you? أو aren't I العفو. موضوع المقارنة اللي هو comparison. المقارنة عادة أما تتم بين مادتين أو موضوعين أو شخصين أو بتكون بين أكثر من اثنين اللي يسموها superlative إذا بين أكثر من اثنين أو بين اثنين فقط اللي هي comparative. إذا كانت الجملة أو الصفة ذات مقطع واحد بدون إضافة مثل نستخدم as نفس الصفة as fast as
as big as يعني دا أقارن بين شخص وشخص بنفس الصفة بدون أي إضافة. إذا أريد أقارن بين شخصين بس أضيف مقطع AR يعني مثل faster than علي faster than أحمد أو أحمد faster than علي وهكذا bigger than heavier than فضفنا المقطع AR للصفة. للمقارنة بين أكثر من اثنين نضيف EST the fattest the biggest the heaviest وهكذا. هاي بالنسبة للصفات ذات المقطع الواحد يعني صفة واحدة فقط. إذا أكثر من صفة فمثل as modern as إذا نفس الصفة أو more than more modern than يعني مثلا هذا البيت هو more modern than that house وهكذا. إذا أكثر أستخدم the most common مثل the most common the most modern the most beautiful وهكذا. إذا مجموعة بين مجموعة من الصفات أو مجموعة من الأشخاص يعني أقول علي هاوس is the most modern house in the neighbor يعني بيت علي هو أكثر بيت حديث بين مجموعة البيوت الموجودة بالحي كله وهكذا. عندنا مجموعة من الصفات الشاذة مثل عندنا good تصير better the best well اللي هي healthy يعني والله يعني صحة جيدة better the best bad worse the worst a little least the least وهكذا. مجموعة أخرى أو صفات أخرى اللي تعتبر صفات شاذة. ننتقل لموضوع آخر اللي هو الضمائر الشخصية. الضمائر الشخصية عادة اللي يسموها مثل ما نقول احنا عندنا ضمير او شخص يتكلم عن نفسه او عن مجموعة اشخاص او عن شخص معين. مثل اذا كان الفاعل اي فالمفعول به يصير مي، الصفة الملكية الخاصة بي اللي يصير ماي، والضمير الملكي اللي هو ماين، اما الضمير الانعكاسي فيصير ماي سيلف. يعني تلاحظون كل صفة او كل ضمير انا دا حوله من فاعل الى مفعول به، والضمائر ما تدا حولها من صفة الى ضمير وضمير انعكاسي لكل فعل او فعل مساعد او كل ضمير العفو. كذلك عندنا اليو حصير يو يور يورز يور سيلف، الات ات 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 سيلف وهكذا باقي الضمائر. هنا عندنا مجموعة من الأمثلة عن الضمائر الشخصية مثل my house is on the corner the house on the corner is mine he wants to borrow my book وهكذا. فعل to be أو be هذا الفعل عادة يستخدم مع الضمائر. إذا كان الزمن مضارع بسيط فالبي تتحول إلى am is are، إذا ماضي بسيط تصير was or were، وإذا تصريف ثالث تصير been. مثال المضارع البسيط اللي هو simple present الاي الفعل هياخذ او الضمير اي هياخذ ام، اليو ار الهي والشي والات تاخذ از، والوي والذي هتاخذ ار. اما بالنسبه للماضي البسيط فاما واز او وير مثل ما سبق قلنا، والمستقبل البسيط حصير ويل بي. اذا الازمنه مستمره يعني شيء مستمر بالحدوث تاخذ being يتحول الضمير الى being مثل he is being taken to school by bus يعني هو مستمرين ياخذوه الى المدرسة عن طريق الباص. ال perfect form اللي هي الازمنة التامة تاخذ been it has been done يعني فشيء قضى وانتهى. بحالات المبني المجهول ال as للمفرد والآر للجمع للمضارع البسيط، والواز للمفرد والوير للجمع للماضي التام، والبي نستخدمها مثل ما هي بعد الأفعال to, shall, should, must, may, might, will, والwould, والcan, والcould، والبين نستخدمها بعد الهاز والهاف والهاد، والبينج بعد الأفعال where, was, are, is, am. هذه فقط في حالات المبني للمجهول.
الفعل to have، هذا الفعل مرات نستخدم أيضا لمجموعة من الضمائر اللي هي خلينا نقول ال have وال had، إلى تحول إلى had، ال I وال we وال they بالمضارع البسيط حصر have، ماضي had، تصريف ثالث had، والمستمر having، اللي هي والشي وال it has، had، had و having. أمثلة على have و has، هنا مجموعة من أمثلة شلون نسويها كسؤال وشلون نثبتها وشلون ننفيها. Do you have a car؟ اللي هو الفعل have. Do you have a car؟ I have a car، أثبتتها. I don't have a car. Does he have a car؟ He has a car. He does not have a car. إذا تنتبهون نحن استخدمنا هسه الضمير he، ويا have من ثبتناها حصارت he has a car، بس من نفيناها رجعت he doesn't have a car. الأفعال have got و has got. You have got a car. I have got a car. I have not got a car. He has got a car. He has got a car. He has not got a car. أو عفوا السؤال كان has he got a car؟ الإثبات حيصير he has got a car. He has not got a car. Have to بمعنى يجب، هاي عادة تجي مع الأفعال الأمر، يعني do you have to go؟ I have to go. I don't have to go. Does she have to go؟ She had to go. She did not have to go. وهكذا. موضوع آخر مهم اللي هو الباسيف فويس، المبني المجهول. هنا عندنا مجموعة من الملاحظات العامة. أول شيء نضع المفعول به يكون كامل أول الجملة، والفاعل يحذف من الجملة إلا إذا كان ضروري وجوده. ملاحظة الأولى as is للمفرد و are للجمع، والwas للمفرد والwere للجمع بحالة الماضي، والbe بعد ذول الأفعال، والbeing بعد ذول الأفعال، والbeing بعد ذول الأفعال اللي قلناها قبل شوية. ودائما من الفعل نحول إلى التصريف الثالث، وبكل الحالات لازم الفعل يتحول إلى تصريف الثالث. يعني إذا كمراجعة سريعة، المفعول به نحطه أول الجملة، نحذف الفاعل إلا إذا كان وجوده ضروري، ونحول الفعل إلى تصريف ثالث، مثل We keep falcons for hunting. إيش حصير؟ Falcons اللي هو المفعول به are kept for hunting. الكيب حولناها تصريف ثالث صارت kept. The government prepared our school very well. Our schools were prepared very well. Huda has finished the exam. The exam have been finished. حذفنا الفاعل هو هدى، أو نقدر نقول by هدى، نفس الشيء. We are playing many sports in the club. Many sports are being played in the club. ال have تتحول إلى has، وال are إلى is، وال were إلى was إذا كان المفعول به مفرد، وإذا كان جمع بالعكس تتم الحالات بالعكس، يعني اقلبها، يعني تصير ال has إلى have، وال is إلى are، وال was إلى were. الريبورتد سبيتش، الكلام المنقول، يعني من يصير حدث معين وأريد أنا أنقل هذا الحدث إلى شخص معين، فأنقل له هذا الحدث أو هذا الكلام من شخص إلى آخر أو من مكان إلى آخر. ملاحظات في الكلام المنقول، نحول القريب إلى بعيد، ونحول أفعال المساعدة من حاضر إلى الماضي، والمتكلم إلى غائب، والكلام المنقول دائما ما يجي بصيغة سؤال، يعني دائما يكون فتشي صاير مثبت. مثل عندنا I he و she، يعني صيغة ال I الكلام، مثل I من سويت أنا حسويت الحدث، من شخص ينقل عني حيقول he أو she. ال you I me us وهكذا. مجموعة أمثلة
I am reading English now. فأنا من أريد أسوي report to speech حقول Ali said that he was reading English then. يعني أنا ممكن أجيب لكم جملة وشخص دي يقول هاي الجملة وأقول لكم سوي لي عليه report to speech. مثال آخر We have won a prize. They say that they had won a prize. I will travel to my father to London. With my father to London. He said he would travel with his father to London. وهكذا. Language functions اللي هي الوظائف اللغوية. عادة عندما يصير حدث معين مثلا خلينا ناخذ اللي هي advice أول language function خلينا نقول انه شخص رسب بالامتحان فانت تريد تنصحه او advise him to خلينا نقول يقرأ زين فاستخدم واحدة من ذول المصطلحات حتى انصحه يعني خلينا نقول علي failed in the exam أنا أقول لك من قوسين advise him to study hard فشو تقول I advise you to study hard أو you should study hard أو it's better you study hard وهكذا نفس الشيء باقي الوظائف الـ agreement هي موافقة أستخدم I agree with you you are right okay good idea أي واحدة من ذولة تنطي نفس المعنى اعتذار apologize الاقتراح suggestion العدم الموافقة disagreement preference اللي هو التفضيل I prefer to أو I prefer فلان to وهكذا obligation إلزام you must study hard وهكذا وهذه مجموعة أخرى من الوظائف اللغوية هنا table خاص بالاختصارات والإملاءات يعني are not الصير aren't country زائد الاس الصير countries family زائد الاس families ننتبه الواي تحولت الى اي وضفناها اس city cities يعني مجموعة من خلينا نقول الاختصارات مع الافعال الشاذة او الاختصارات الشاذة الافعال النظامية اللي هي regular verb مثل شلون الفعل ومعناه نحوله الى ماضي بسيط وتصريف ثالث يعني فعل هو بزمن المضارع احوله الى ماضي احوله تصريف ثالث مثل admire admired admired arrive arrived arrived ناخذ مثال ك خلينا نقول حاله شاذه هنا أنا ما أقول إنه هي أفعال حتصير تعتبر أفعال نظامية يعني تبقى مثل ما هي مثل عندنا play played played promise promised promised وهكذا الأفعال الغير نظامية أو يسموها الأفعال الشاذة مثال عندنا begin begun an begun صارت you اللي هو تصريف ثالث leave left left land lent lent come came رجعت come تصريف ثالث وهكذا هذه الأفعال تسمى بالأفعال الشاذة هنا عندنا language والnationality القوميات واللغات يعني عندنا بلد مثل الأرجنتين القومية مالتهم أو nationality أرجنتين أو أرجنتينان واللانجوج مالتهم سبانيش اسبانية استراليا استراليان انجليش كندا كنديان انجليش او فرنش تشاينا تشاينيز تشاينيز كولومبيا كولومبيان سبانيش عراق عراقي عربي او عرب نقدر نقول ايران ايرانيان بيرجا وهكذا تركي تركيش تركيش هذه تمثل بالقوميات أو البلدان والقوميات واللغات الخاصة بهم هنا عندنا مجموعة من الكلمات ومرادفها
يعني كلمة والكلمة المشابهة إلها. About مثل approximately تقريبا، والمعنى مالتها يعني abstract summary، هذه تفيدكم مستقبلا للتعبير عن بعض الكلمات أو مصطلحات عند الكتابة أو عند التحدث. أيضا عندنا مجموعة من الكلمات والمرادف إلها أو المضاد إلها، يعني خلينا نقول opposite: absence presence، accept refuse، alive dead، وهكذا. يعني كل كلمة وشنو المرادف إلها.